بنرحب بضيفنا النهارده كابتن احمد مجدي نجم الاهلي والزمالك السابق، منورنا اكيد فوق. الله يخليك يا شيما، ازيك؟ عامله ايه؟ اخبارك؟ الحمد لله زي الفل. عندنا كلام كتير اكيد النهارده، بس في البدايه خلينا نروح للتقرير ده نشوفه مع بعض وبنرجع نكمل مع بعض الكلام. هو من القلائل الذين ارتدوا قميص القطبين الاهلي والزمالك احمد مجدي، الذي بدأ مشواره من ملعب مختار التتش ناشئا في الأهلي وتألق بشكل لافت للنظر، رحل قبل أن يوقع عقدا احترافيا مع الأهلي الذي كان يدربه وقتها مانويل جوزي، وعلى العكس من كثيرين انطلق مبكرا لطريق الاحتراف للعب لنادي بانيونيوس اليوناني في موسم 2005-2006، وتم اختياره ضمن أهم 10 مواهب في اليونان قبل أن ينتقل إلى فريق أتروميتوس اليوناني في عام 2007. ولكن مع نهاية العام فضل مجدي العودة لمصر، ولكن هذه المرة بالقميص الأبيض في صفقة قاربت قيمتها على 450,000 يورو. 4 أعوام قضاها مجدي مع الزمالك، وحصد خلالها لقب كأس مصر في عام 2008، وشارك في العديد من المباريات بمراكز مختلفة، سواء كلاعب وسط وهو مركزه الأصلي، أو كلاعب مدافع مساك أو ليبرو، وأحيانا مدافع يميل ناحية اليسار كونه لاعب أعصر. بعد الزمالك تنقل مجدي بين أندية الدوري الممتازة، فرحل للمصري ومنه عاد للزمالك مجددا، ورحل بعد موسم لوادي دجلة ثم الأسيوطي والنجوم، وختم حياته في دجلة. مجدي كان من نجوم المنتخب المصري للشباب، وشارك في كأس العالم 2005 مع كتيبة مدججة بالنجوم على رأسهم عبدالله السعيد وشيكابالا، ولكن لم يسعفه الحظ ولا نتائج الزمالك ليكون ضمن كتيبة الجيل الذهبي للمنتخب الأول مع حسن شحاتة. مجدي اتجه لدراسة كرة القدم بعد الاعتزال، ويحاول تطبيق الأسس العلمية سواء في التحليل للمباريات أو من خلال عمله كمدرب بقطاع الناشئين لفريق بيراميدز.